السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، تكونوا كلكم بخير وعلى خير، في صحة جيدة واحوال طيبة. معكم لطيفة بلال كالعادة. فيديو جديد غنتعلموا فيه ان شاء الله كيفاش نصاوبوا هاد لي موتيف هادو اللي نقدروا نزينوا بهم المونطو ديالنا او لا الطربوش او لا كشكول او لا جلابة حتى هي اللي كانت تبغليض مع الوقت ديال البرد. دابا ماشي ضروري نديرو شي طرزه او لا شي رشمه تكون كبيره ومنبته وفيها كثره الالوان، كتفي غير بهادو مناسبين حتى البرد في هذا الجو، هذا مناسبين زعما الالبسه ديال هذا الوقت. هذا هاد الوريضات هادو البنات ساهلين، زعما ما كيطلبوش شي مجهود كثير، او لا خاصنا غير الفرور. هاد الفرور هذا اللي هذا هو وقته واللي كيتباع في المحلات ديال محلات ديال التنبات، وفين كيتباع المواد يعني لوازم الطرز والتنبات. قلت علاش، مهم لقيته، مشيت نتقدى ولقيت هاد الفرور كيتباع، قلت علاش ما نديرش به شي حاجه اللي تكون مناسبه لهاد الوقت هذا. وجاتني الفكره انني ندير ورده وندور هكا الفرور عليها تكون مناسبة حتى للجلابة او المونطو او لا الطربوش او لا كاشكول او لا شي بول ولا شي تريكو يكون غليظ اللي كنلبسوه في هذا الوقت هذا. يلا البنات نبداو على بركة الله. بسم الله، اشنو خاصنا؟ خاصنا طبعا الفرور، ها هو البنات تقدو تاخدوه من المحلات اللي كيبيعوا لوازم الخياطة. هذا خديته بثلاثة دراهم البنات، ثلاثة دراهم صوت به هادي الالوان اللي بغيتو، يعني تختاروا اللون اللي يناسب المونطو ديالكم او الجلابه ديالكم او الطربوش والكاشكول ديالكم. كاين تقريبا جميع الالوان وكنحتاجوا عاود الوريضات بحال هادو. وريضه كتاخديها منبته يعني فيها هاد الحجيرات، او لا ورده عاديه. انا استعملت هادو استعملتهم، خديتهم هكاك واجدين وخديت هادي عادية ونبتها بالطريقة ديالي، يعني بالذوق ديالي. يعني اي وحدة تقدر دير تلعب بدوك الحجر اللي عندها والتنبات اللي عندها. نبداو على بركة الله. اش غنحتاجو البنات؟ قلت لكم غادي نحتاجو الورد، وريضات بحال هادو، وواحد الورقة ديال الجيلاتين بحال هادي. وشنو خاصنا يا البنات؟ خاصنا واحد اللام ونقص. طبعا هادو هما مسائل اللي خصنا، اللوازم اللي خصنا باش نصاوبوا وريضات بحال هادو البنات. بغيتو الوردة تكون كبيرة ديروا الورقه كبيره، بغيتوها صغيره ديروها في هذا القياس هادي. انا كنفضل تكون صغيره احسن، لان الا حطينا الفرور منا وداك الزغب ديالو كيمشي منا يعني كتكبر بلا ما نكبروها بزاف. عاود كل وحده والذوق ديالها، بغيتو ديروا الورده كبيره بغيتو ديروها صغيره صغيره. ها هي هادي صغيره البنات، هادي شوف هادي قد هادي. دابا ناخذ الفرور اللي غادي نخدمو به وغادي نحاولوا نقطعوه باللام. علاش البنات؟ الا خدينا المقص مثلا وبغينا نقطعو، الا قطعنا هكا غادي يضيع لينا الفرور، غادي يضيع هاد الزغب، يعني غادي يضيع في المنظر ديالو، ما غاديش يبقى هكا، غادي نضيعو فيه. شنو هو الحل؟ الحل ان نقطعوه بلا لام الطريقة هذه. بسم الله، وردوا البال البنات غير بلاتي باش ما تجرحوش يدكم. غادي نحاول نحيد واحد الطريف فيها 4 مليمتر، ما بين 5 حتى 4 5 مليمتر غير بلاتي باش ما نضيعوش الفرير ديالنا. انتوما حاولوا باش ما تجرحوش البنات. غادي نحاولوا نقطعوا غير هاد الثوب هذا اللي كيشد لنا هاد الفرور. شفتوا كيتقطع بسهوله،
ونحلو هكا. شتو البنات لو كان قطعناه بالمقص هذا كله غادي يضيع لنا حنايا، هذا اللي عندنا فيه الغرض. نحيدو طبعا هذاك الزائد هكا باش ما يوسخ ليناش الورقه الجيلاتين، ونقيو حتى هذا مزيان. نقطعو جوج طروفه بحال هذا، غادي نزيد واحد زعما بغيت نقول لكم غنحتاجو جوج، بقى لي واحد غنقطعو دابا. كيف قلت لكم 4 مليمتر كافيه. بغيت الفيديو البنات ما نقطع منه حتى شي، يعني ما نحذف منه حتى شي لقطه، بغيت نبدا معكم العمليه من الاول حتى الاخر، يعني الطريقه ماشي العمليه. الطريقه باش غادي نخدم واخا نضيع شويه الوقت هنايا في هذا الحلان ديال الفرير. ردوا البال البنات عندكم تجرحوا هاد الطرف الثاني، ها هو لاصق شويه هنايا. نقطع هذا هاد الخيط هذا، نحاول نقطع غير الخيط ونعزل هاد الطرف على هاد الطرف، ها هو هذا صافي. انا خديت داكشي اللي باش غنخدم. نجيبو البنات ورقه الجيلاتين، ها هي بسم الله. قلت لكم نقيوها شويه، نقيو منها باش تلصق لينا مزيان، خاصنا نقيو هذا من داك الزغب باش تلصق مزيان في ورقه الجيلاتين. نقي المكان من هذا الزغب هذا باش نشتغل فرحتي. قلنا غادي نديرو هذه الصغيره احسن من هذه الكبيره. غادي نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وغادي نلصق هنا في الجنب واحد جوج مليمتر ولا ثلاثة، ونحط الفيرور ديالي. ونجي دائرة، غادي ندور على ديك الدائرة اللي قطعت، وانا كنوطى مزيان بصباعي باش يلصق الفيرور على الورقة ديال الجيلاتين. نبقى محتفظة بهاد الورقة الفوقانية لأنها غتعاوني بزاف، وأنا دايرة وأنا كندور. طريقة جد سهلة البنات، طريقة سهلة. ها فين وصلت، شتو؟ غادي نعاود الطرف. ندير الدورة الثانية البنات، صلاة العشاء. هاي هاي البنات شتو، طريقة سهلة ما فيها لا خدمة لا كتحيدي وتلصقي. دائما قلت لكم نلصق مزيان، نجيب الوريضة ديالي ها هي البنات. نقطع مزيان، وها الوريضة ديالي
واجدة. غادي ندير واحدة اخرى البنات، نختار عاود واحد اللون اللي يجي مع البيج، نديرو هاد الزرق هذا ونعاودو نفس العملية اسهل ما يكون. طبعا نتوما البنات غادي ديرو ثوب اللون اللي غادي يناسب اللبسة ديالكم. نقطعو باللام أو نقطعو غير التوبة البنات. هاد الطرف الأول البنات هو، غادي نقطع الطرف الثاني. نطفو هاد مكان الاشتغال ديالنا، نحيدو هاد اللم، تقدو البنات ديرو حتى كمشروع، صوبوهم هكا وريضات، ديرو الألوان وتمشيو طبعا عند المحل اللي كيتباع فيها هاد الورد، هاد لوازم الخياطه، وتحطو وديروا الثمن مع مول المحل، الثمن اللي يناسبكم، وديروه كمشروع علاش لا، كمدخول. هو سهل بزاف هاد الخدمه هادي، يعني راكم شفتو ما كتطلب حتى شي مجهود او لا، والقوام ديالها زعما ماشي كثير بزاف. ضروري نقيو البنات، نقيوه صافي. غادي نطفو المكان ديالنا للاشتغال، وغادي نجيب، ها هي انا كنت وجدتها قبل، غادي نحاول نديرها صغيره قد هذه اللي درت، قد هذه البنات. غادي نقيس على الورقه البلاستيك اللي كانت فوق الورقه الاولانيه، نجيب المقص نعاون بهادي، نشد بها نبدا الخدمه ديالي. بسم الله، هكذا ورق الجيلاتين البنات اللي سهل علينا بزاف ديال المسائل، وعاوننا بزاف زعما الصراحه، كيعاون وكيسهل العمل ديالنا. نجيبو الطرف الاخر، طبعا عندكم تلصقوها في الجهه
لا هي هادي، نكمل الطرف اللي بقالي ونبدا عاود في الدوره، ندير الدائره ديالي. طبعا غادي نكحز شويه على هذا باش تجي طبقه فوق طبقه. انا اختاريت الالوان البنات المغلوقه اللي كتناسب هذا الوقت، هذا الوقت ديال البرد، حتى الالبسه يعني يعني باش نصاوبوها الالبسه ديال البرد ما كتبغيش بزاف ديال الزواق وبزاف ديال الالوان، كتبغي حاجه خفيفه. ها هي دابا خاصنا غير الوريضه نديروها، ها هي دي، ها هي الوريضه ديالنا صافي، دابا كنلصقو. اسهل ما يكون البنات، سهله مهله. ها هما البنات الوريضات ديالنا واجدين في الالوان. انا اضطريت انني يعني كل طرف كل لون تقريبا ندير لكم، ندير به وريضه. ها هما البنات الوريضات اللي صاوت، ما كياخدش هاد العمل هذا، ما كياخدش وقت كبير ولا لوازم كثيره، يعني غطيح عليكم رخيصه بزاف، وتقدروا ديروها كمشروع البنات كيف قلت لكم. وكنتمنى ان الفكره ديال هذا النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونوري لكم دابا كنت وجدت قبل ما نقول لكم السلامه هذا الكشكول هذا اللي قلت لكم تقدروا تزينوه كنتمنى ان الصوره تكون واضحه. واحد الكشكول ديالي، يعني تقدروا تزينوا بهاد الوريضات المسائل ديال البرد، الحوايج ديال البرد، الطربوش حتى هو هاد الطربوش. الطربوش نختاروا ليه هادي لان متناسبه حتى مع هاد اللعيبه اللي فيه الفوق، شتو كي كيجي كيجي زوين في الطربوش، كيجي رائع. وفي الجلابه حتى هي الا كانت الثوب ديالها غليظ ديال المليفه اولا ديال الكشمير اولا مونطو ديالكم شي بول عندكم سخون ديال الصوف، كي دوك اللي مفتوحين من القدام اولا مسدود، يعني عندهم الاستعمالات بزاف، نقدو نستعملوهم نزينو بهم الالبسه الخاصه بالبرد والمناسبه في هذا الوقت. كنتمنى البنات ان الفكره ديال هذا النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم، استفدتوا حتى نتوما، وما تبخلوش عليا بجيم وباش تشجعوني حتى انا، ونتشجع حتى انا ان شاء الله، ونقلب دائما على الجديد. والصراحه زعما هاد الوريضات البنات ما شفتهمش، زعما ما كيتباعوش، مازال ما شفتش، زعما هذا الفكره ديالي، فكره خاصه ديالي. كنتمنى انكم حتى نتوما تكونوا استفدتوا من الفكره، وتشاركوا بيناتكم الفيديو باش الفكره تعم الجميع. البنات بس كيف العاده ما سخيتش بكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، فكره جديده مع لطيفه بلال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.